لو انتوا بقى كده من عشاق السمك، تعالوا نعمل مع بعض برياني السمك بطريقة سهلة وبسيطة ومش هياخد منكم وقت، وطعمه كمان طلع حلو قوي، وأحلى أكلة ممكن تعملوها بأي نوع سمك كده موجودة عندكم. كلوا بقى، بصوا أكلة تحفة لازم تجربوها. أنا جبت بقى كده سمك اللتونة، غسلته كويس وبعدين تبلته كده بالدقيق وقليته في الزيت، وفي حلة تانية حطيت فيها مية بتغلي، وحطيت معلقة من الزيت ومعلقة ملح، وحطيت رز البسمتي علشان يتسلق. هقلب بقى كده السمك، وبعد كده هشيله من على النار اول لما يحمر. طبعا اي نوع سمك موجود عندكو اعملوا بيه. اول بقى كده لما السمك يحمر خلاص هرفعه بقى من على النار، وهجيب حلة تانية احط فيها كده بقى شوية زيت، وبعدين هضيف فيها بصل. سهل جدا على فكرة وطعمه تحفة. الرز بقى كده لازم نقلبه طول ما احنا واقفين. وبعد كده بقى جبت التوابل، عندي لومي وعندي قرفة خشب وفلفل اسود وبهارات مشكلة كده، ومعلقة كبيرة من بهارات البرياني، وعندي مكعب مرق ورق لورا. طبعا كل التوابل ديت انا هكتبها لكم تحت الفيديو. وعندي جنزبيل. شوحت بقى كده التوابل شوية مع الزيت والبصل علشان ريحتها تطلع كده وتبان عندي وتبقى حلوة. ضفت بقى كده معلقة صغيرة من الثوم المهروس، وبعد كده نزلت بطماطم مقطعة قطع وهشوحهم شوية، وهضيف كده كوباية من المية، وهسيب بقى كل الخلطة دي تستوي مع بعض وتتسبك كده. وبعد كده هجيب بقى حلة تانية، هحط بقى كده فيها معلقة كبيرة من السمنة، ممكن تحط زبدة. طبعا احنا بنسلق الرز 3/4 سوا علشان ما يتهرش مننا. هحط بقى كده فيها الرز، يعني هنحط نص كمية الرز كده، وبعدين نضيف عليه الخلطة. وحطيت طبعا كده كمان شطة حمراء، وعندي كده شرايح من الليمون، وطبعا هضيف السمك، وحطيت بصل محمرة كده زي بتاع الكشري بالظبط، وشوية بقى كده من البقدونس. وهنرجع تاني نضيف بقية كمية الرز. سهل جدا وطعمه طلع خطير، جربوه ان شاء الله يعجبكم قوي. وبعد كده هضيف بقية الخلطة وشوية كده من البصل المتحمر وشريح الليمون وشوية من البقدونس، وهدي بقى كده عليه النار، وهسيبه كده حوالي ربع ساعة على نار هادية خالص علشان يشرب بقى كده الرز من الخلطة ده ويبقى طعمه حلو. انا طبعا حطيت معلقة سمنة، وحطيت بقى كده الوان طعام صحية، طبعا حطوا اي الوان بتحبوه، انا حطيت اللون الاصفر. دوبته كده في حوالي 4 معالق مية. بعد ما هدينا بقى كده على النار، شوفوا بقى شرب بقى كده من الخلطة دي وبقى طعمه تحفة. سهل جدا وبسيط وان شاء الله يعجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير للفيديو، واكتبوا لي بقى كده تعليق حلو علشان دعمكم بيفرق معايا.